بسم الله الرحمن الرحيم. برحب بحضراتكم مشاهدينا وحلقة جديدة من ساعة عصار. الحقيقة ان احنا يعني شهر رمضان الكريم دايما بيقدم لنا هدايا كتير قوي وفرص كتير بتقربنا من ربنا سبحانه وتعالى بالطاعات وعمل الخير، فربنا يا رب يتقبل منا ومن حضراتكم. في حلقتنا النهاردة هنتكلم عن عادات وطاعات شهر رمضان اللي تعلمناها من رسولنا الحبيب صلى الله عليه وسلم، وازاي كان النبي صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان. وطبعا احنا عارفين انه النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش حاله في شهر رمضان زي حاله في بقية الشهور، كان يومه في الشهر الكريم مليان بالطاعات والقربات لله سبحانه وتعالى، وحذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من سوء الأخلاق وخاصة في الشهر الكريم. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصيام جنة، فإذا كان أحدكم صائم فلا يرفث ولا يجهل، فإن امرئ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم إني صائم. ويمكن دي معروفة كتير عند الناس من زمان وهي بتقولها في أي وقت، لا قدر الله تغلط في شهر رمضان ولا حاجة، في أي كلمة تقول اللهم إني صائم. ربنا سبحانه وتعالى يقدرنا إن شاء الله على تلاوة القرآن وقيام الليل. والحقيقة أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيكثر من تلاوة القرآن وقيام الليل ويكثر من الصدقات والإحسان في شهر رمضان الكريم، وكان بيدعي ربنا كتير جدا سواء ليه أو لأهله أو لغيره. كان كمان صلى الله عليه وسلم متعاون وبيساعد أهله، أهل بيته يعني، وكان ليه سنن في الصيام. كان يحب جدا يعجل الفطار ويؤخر السحور. في الحقيقة يعني أن العبادات كتيرة جدا وعادات النبي صلى الله عليه وسلم في كل شهور السنة، ولكن بالأخص في شهر رمضان الكريم. هنعرف النهاردة كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان، وإزاي نقتدي به صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان الكريم. طبعا أكيد هنعرف كل ده مع ضيفتنا دكتور نورهان الشيخ الداعية الإسلامية اللي هتنورنا، لكن أنا عايزة أفكر حضراتكم وأفكر نفسي كمان بأننا تقريبا عدينا تلت الشهر، وتلت الشهر ده يعني التلت الأولاني خلص من شهر رمضان. 10 أيام مروا بسرعة جدا، واكيد اكيد كلنا نفسنا ان ربنا سبحانه وتعالى يغفر لنا ذنوبنا، ونفسنا نطلع من شهر رمضان بحاجه مختلفه ان شاء الله ربنا يقدرنا ونكمل بيها بعد رمضان كمان وطول السنه. لكن بجد شهر رمضان ما يتعوضش، وبجد الايام فيه بتجري بسرعه رهيبه، والليالي كمان بتخلص فيه بسرعه قوي. عايزه اقول لحضراتكم انه من اهم اسئله هنسالها النهارده لدكتور نورهان الشيخ سؤال مهم قوي قوي، هو النبي صلى الله عليه وسلم لو شفنا دلوقتي في شهر رمضان هل هيرضيه حالنا او هيقول علينا ايه؟ هيشوفنا ازاي؟ الحقيقه انه طبعا اكيد الرسول كان عنده رحمه كبيره جدا جدا، وكان لين القلب، وده اللي ربنا سبحانه وتعالى امره بيه. لكن ده كمان يعني كنا شفناه اكتر وقت كان مع المشركين، لان هم ما كانوش يعرفوا اي حاجه عن ربنا، وما كانوش يعرفوا اي حاجه عن الدين الاسلامي، وما كانوش لسه دخلوا في الإسلام ولا عرفوا ربنا سبحانه وتعالى، ولا شافوا كل الفتوحات والحاجات اللي ربنا سبحانه وتعالى أكرمنا بيها في الإسلام. لكن احنا حالنا بقى واحنا عارفين كل حاجة وعندنا من الدين الكتير وعندنا القرآن الكريم اللي ربنا سبحانه وتعالى أنزله على رسوله الكريم، ووصل لنا طبعا الحمد لله رب العالمين بعد يعني زي ما حضراتكم عارفين في السيرة النبوية المعاناة الشديدة اللي عاناها الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه مع المشركين لنشر الدعوة الإسلامية. فأكيد من باب أولى إن احنا نبقى يعني قادرين نوري رسولنا الكريم قد إيه أنت تعبت يا رسول الله علشاننا، أنت عملت كتير جدا علشان الدين ده يبقى موجود كده ومنتشر وسهل ويسير على الجميع، وأنت يعني وصلت لنا قد إيه شهر رمضان مهم علشان خاطر نقدر نجمع فيه حسنات للسنة كلها. قد إيه ربنا سبحانه وتعالى بيعمله زي أوكازيون كده زي ما مشايخنا الكرام بيقولوا عليه للحسنات، نجمع فيه حسنات، ناخد فيه الحاجات الكتير قوي اللي ربنا بيديها لنا منح من عنده سبحانه وتعالى. الوقت الجميل اللي من بعد صلاة الفجر لحد طلوع الشمس اللي هو بيساوي حج أو عمرة مع الرسول عليه الصلاة والسلام كاملة تامة زي ما رسولنا الكريم قال في الحديث النبوي الشريف. بقية اليوم ونهار رمضان اللي بيبقى فيه من الحسنات الكتير جدا، يعني خلينا نفكر بعض برضو بأنه اللي بيصلي السنن اللي هي السنن الصلوات اللي هما الـ12 ركعة في اليوم دول
اكيد بناخد بيهم او بيتبني لنا بيت في الجنه، فده من باب اولى ان احنا ناخده في شهر رمضان الكريم، لانه ثوابه هيبقى مضاعف وربنا سبحانه وتعالى يعني فضله عظيم وهو الكريم المولى عز وجل. اكيد كلنا حسن ظن بالله سبحانه وتعالى ان هو هيضاعف لنا يعني اضعاف كثيره باذن الله. ان احنا نيجي بعد صلاه التراويح نصلي، صلينا التراويح وصلينا الشفع والوتر ودعينا، ودي من احلى الحاجات اللي بتحصل سواء في المساجد او في البيوت. الناس اللي بتصلي في البيوت بتدعي كل ليله بتوصل لربنا سبحانه وتعالى، ومش بس طبعا في الوتر، في كل الصلوات، لكن يعني المعهود او المتعارف عليه في الوتر وفي صلاه الفجر. كمان بنيجي عندنا الوقت اللي هو من بعد الساعه 12 كده لحد الفجر. ناس كتير على فكره في شهر رمضان يومها كله او ليلتها كلها صحياها، هي صاحيه سواء عندها يعني مشاغل، عندها حاجات بتجهز لها، حاجات بتعملها، المهم ان هو في اجواء كده للسهر في شهر رمضان الكريم. هل احنا بنسهر في شهر رمضان الكريم علشان نقرب من ربنا سبحانه وتعالى، ولا بس علشان ده خلاص كده الناس كلها صاحيه فاحنا صاحيين سهرانين مستنيين الفجر؟ ان شاء الله يا رب ناخد الثواب ونصلي الفجر، حاضر، وناخد ثواب الفجر، لكن كمان من بالليل لحد الفجر ما نقعدش نضيع في الوقت وننسى ان احنا ممكن نقرب لربنا سبحانه وتعالى، سواء بصلاه، بقراءه قران، بذكر، بالصلاه على الرسول عليه الصلاه والسلام، حاجات كتير جدا وحاجات بجد اللي يجربها واللي يداوم عليها هيلاقيها سهله وعلى لسانه طول الوقت، وافعاله تبقى هي دي الطريق ان شاء الله للجنه. الحقيقه ان احنا بنعيش في الدنيا دي في مرحله كده بنمشي فيها في طريق، والطريق ده يا رب ان شاء الله يا رب يوصلنا جميعا للجنه، ما يوصلناش يا رب ابدا للنار. فكلنا نفكر بعضنا ونفكر حضراتكم ونفكر نفسنا وكل الناس يا رب ان احنا في ايام مفترجه، ايام جميله جدا الطاعات فيها بناخد عليها حسنات اكتر كتير جدا، ولا قدر الله الذنوب برضو بتتحسب بذنوب اكتر، وان شاء الله يا رب ما يكونش يعني حد مننا بيرتكب اي ذنوب باذن الله. اكيد كمان احنا طبعا زي ما حضراتكم عارفين تليفوناتنا ان شاء الله هتبقى موجوده معانا على الشاشه، هنستقبل طبعا تليفوناتكم واسئلتكم واستفساراتكم على ارقامنا اللي هتكون موجوده معانا. لكن بعد الفاصل هنطلع لفاصل صغير ونستقبل ضيفتنا ان شاء الله دكتور نهان الشيخ الداعيه الاسلاميه. اهلا بحضراتكم مره تانية في ساعه عصاري. الحقيقه انه زي ما قلت لحضراتكم كده من شويه في البدايه ان احنا هنسال النهارده سؤال مهم قوي، وهو لو النبي صلى الله عليه وسلم شافنا دلوقتي في حالنا في صيامنا في شهر رمضان هيشوفه ازاي او هيشوفنا ازاي؟ ليه بنسال نفسنا السؤال ده؟ علشان كل حد فينا يفكر كده ويشوف هل صيامه كده يقدر يقابل بيه ربنا سبحانه وتعالى؟ يقدر لو رسولنا الكريم موجود ما بيننا دلوقتي يعني يواجهه بيه او يقول له انا صايم يا رسول الله زي ما انت امرتنا وزي ما ربنا سبحانه وتعالى انزل الصيام عليك؟ فبندور كده ونشوف هل احنا صايمين صيام نستحق عليه انه ربنا سبحانه وتعالى قال الصيام لي وانا اجزي به، يعني ربنا سبحانه وتعالى جعل جزاء الصيام لي هو لوحده، هو بس اللي عارفه وعارف هيبقى ايه، وجعل كمان للصايمين باب معين ندخل منه ان شاء الله يوم القيامه الجنه باذن الله، وهو باب الريان. ربنا يا رب يجمعنا بيه كلنا يا رب على خير باذن الله. فدايما دايما نحس نفسنا على انه نفكر في السؤال ده ونفكر في اجابته لما نيجي نقف قدام ربنا سبحانه وتعالى، هل احنا صمنا صيام نستحق عليه الجزاء الجميل ده ان شاء الله يا رب باذن الله ربنا يقدرنا جميعا. معانا على التليفون ام يوسف. اهلا بيكي. وعليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كل عام وانتم بخير ورمضان كريم علينا وعلى حضرتك بألف خير يا رب وعلى مصر يا رب، وربنا يعم الخير على الجميع يا رب يا رب على الدنيا كلها يا رب. تسلمي. انا من متابعي البرنامج عندكم من اشد المعجبين بيه، ربنا يا رب كده دايما منورين الشاشه الله يكرمك وانتم طيبين. وانت طيبه. حضرتك بتتكلمي ان رمضان الطاعات بتاعتنا لازم تكون فيه مختلفه من زكاه وصوم وصلاه، صحيح، وان كل ركن من يعني بيكمل الركن الاخر ليه يعني. فيعني انا
يعني ده انا حريصه ان انا اقوم اصلي الصلوات بتاعتي واصلي واعمل الصدقات طول الوقت وعلى قد ما بقدر يعني. حلو قوي. بس احنا في حاجه يعني بننساها ساعات اللي هو قيمه الدعاء في الوقت ده. ان الناس يعني دايما تقول لك ايه والداعين لازم يقول لك طول الوقت انتوا لازم تدعوا طول الوقت. أيوه. لازم تستغلوا الدعاء. صحيح. لان الدعاء بيغير الاقدار يعني. صحيح صحيح والله. ولكن مع زحمه الوقت بقى والوقت بقى قصير فانت تحس انت يا دوبك بتصلي وبتعمل وراك وتدعي وتقرا شويه قران وكده وتبص تلاقي الوقت عدى وتنسى. ايوه. او حاسين ان احنا لسه في اول الشهر يمكن هندعي بكره هندعي بعده وتلاقي الدنيا جريت والايام جريت وما دعيناش بالحاجات الجميله اللي احنا عايزين ندعيها لربنا سبحانه وتعالى ونتقرب بيها لله. عارفه ان الصحابه كانوا يعني بيجمعوا الدعوات كانوا يقولوا كده ان هم بيجمعوا الدعوات طول السنه ويدعوها في شهر رمضان الكريم فضل الدعاء ويقولوا ان ما كانش يجي عليهم رمضان الثاني الا وربنا سبحانه وتعالى استجاب لدعائهم. ونعم بالله ونعم بالله. ربنا يا رب يستجيب دعائنا يا رب ويكرمنا كده طول الشهر يا رب ويثبتنا على الطاعه. بشكرك وادعو كل اللي سامعيني يعني ادعيلنا يا رب كده على الثبات على الدعاء والطاعات باذن الله ورمضان كريم. ربنا يثبتنا جميعا. الله اكرم. شكرا. كل سنه وانت طيبه. معانا مين؟ امير. اهلا بيك. اهلا بيك. ازي حضرتك؟ الله يسلمك. اتفضل. والله انا من اشد معجبينك وبحب اسمعك دايما. تسلم يا رب. الله يكرمك. عندك سؤال؟ انا كان عندي سؤال بسيط. انا في بيني وبين اخويا خصام. تمام. خصام؟ زعل. زعل وكده. فالمفروض اللي احنا في رمضان عشان صلح او كده بس انا مش عارف مش قادر مش عارف اخش الصلح او ما حاولتش خالص تكلمه او هو ما حاولش؟ لا لا. انتوا بقالكوا قد ايه طيب متخاصمين؟ لا سنين. سنين؟ اه. يا خبر. بس انا كنت لسه هقول حاجه كده سمعتها انه يعني سمعتها في اسلام سيدنا خالد بن الوليد، لكن هي طبعا احنا كلنا يمكن بنقولها وبنعيشها ساعات انه بنقول ان في لحظه كده بتيجي للانسان هي اللي بيحصل ممكن يكون فيها التحول للخير يا رب ان شاء الله. فيا رب ان شاء الله ربنا يجعل لك رمضان ده لحظه تحول للخير في حياتك وتقدر ان انت تواصل مع اخوك. ربنا سبحانه وتعالى امرنا بالتسامح وامرنا بيه اكتر طبعا للاقارب والقريبين قوي، وانت عندك ده يعني الاخ واكتر حد يكون قريب للانسان هو اخوه. فيعني ربنا يوفقك ان شاء الله وتقدر ان انت يعني تتواصل معاه وتقدر ان انت تصلح ما بينكم. وعايزه اقول لك على حاجه كمان، انه يقال ان صله الرحم مش للانسان اللي انا اصلا صلتي بيه كويسه، يعني طبعا انا اختي مثلا بحبها وكويسه معاها وعلاقتي بيها كويسه فانا بصل رحمي باني بتواصل معاها، لكن لا قدر الله في حاله زي حالتك كده ويكون حد احنا اصلا منقطعين، هو ده بقى اللي ربنا امرنا بيه بصله الرحم، ان احنا نروح ونحاول نكلمه. نقدم احنا ده ربنا قال ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم. يعني اللي بيننا وبينه عداوه ايا كان هو مين بقى، فلما ندفع بالتي هي احسن يعني احنا اللي نبتدي واحنا اللي نقدم الخير واحنا اللي نحاول ونجري في الموضوع، ربنا سبحانه وتعالى هيقدرك باذن الله وتقدر تتواصل معاه وتقدر تبقى الحياه احسن باذن الله ما بينكم. يا رب ان شاء الله. وكل سنه وحضرتك طيب وبالف خير يا رب. شكرا شكرا جزيلا. نرجع لنقطه التحول اللي ممكن تحصل لاي انسان في الدنيا. وحقيقه انا كنت بسمع اسلام سيدنا خالد بن الوليد وانا جايه في الطريق النهارده، ويعني يمكن الناس عارفه القصه وعارفه انه الرسول عليه الصلاه والسلام بعد صلح الحديبيه ولما كانت اول عمره يعملها الرسول عليه الصلاه والسلام بعد الصلح واللي كان متفق معاها عليها مع قريش ان هم هيروحوا تقريبا حوالي 3 ايام والشمس اليوم الرابع ما تطلعش عليهم، وده اللي حصل ان هم راحوا وعملوا العمره وهم خارجين من المدينه من مكه من بيت الله الحرام. فخارج الرسول عليه الصلاه والسلام ومعاه اصحابه كان من ضمنهم الوليد ابن الوليد ابن المغيره وهو اخو سيدنا خالد ابن الوليد، وراح ساله قال له أين خالد؟ يعني السؤال ده نفسه خلى الوليد ينتبه رضي الله عنه ويقول
ازاي يعني سيدنا خالد لسه لحد دلوقتي ما دخلش في الاسلام، وقال له اقرئه مني السلام وقول له ان هو يعني لما يرجع، انا مش عارفه المقوله بالظبط من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، بس فيما معناه ان هو لو جه، هو اولا فاته كتير، وانه لو جه هيلاقي عندنا مكانه عظيمه. وبالفعل سيدنا الوليد بعت جواب لسيدنا خالد رضي الله عنهم جميعا، وقال له نفس الكلام اللي قاله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ليه، وقال له ان الرسول عليه الصلاه والسلام سال عليه. وساعتها لما جاله الجواب وبدا ان هو يقرا فيه، قراه اكتر من مره واكتر من مره يبص فيه، وكلام واضح وما فيهوش اي حاجه، لكن هو مش يعني ما كانش قادر يوصل للرساله اللي جايه من وراه، ومش مصدق كمان ان الرسول عليه الصلاه والسلام بنفسه هو اللي سال عليه. بكى ونام وحلم او جات له رؤيه ان هو في مكان ضلمه جدا جدا وارض موحشه، وبيخرج منها يدخل لارض منوره وجميله وكمان مزروعه. فراح سيدنا خالد رضي الله عنه لاحد الصحابه في الوقت ده، برضو اكيد احد المستضعفين اللي كانوا يعني اسلموا في مكه ومخبيين اسلامهم، وسالوا عن تاويل الرؤيه، فقال له ابشر انه دي ان شاء الله هي الخروج من الظلمات للنور وللدين الاسلامي الواسع باذن الله. راح سيدنا خالد بن الوليد. طيب احنا معانا، هكمل لحضراتكم، لكن احنا معانا احمد على التليفون. اهلا بيك. اهلا وسهلا بحضرتك استاذ عبير. اهلا وسهلا. وحضرتك طيب. وحضرتك انا بحييك بجد على المحتوى الهادف اللي حضرتك بتقدميه، وانا من متابعين حضرتك يعني بجد انا بستفاد من حضرتك جدا جدا جدا. الله يكرمك يا رب، ربنا ينفع بينا جميعا. بيسندني في العباده طبعا اللي انا يعني بعملها. الحمد لله انا يعني احنا في شهر كريم، يعني بقول للساده المشاهدين كل سنه وانتم طيبين جميعا، وبقول لحضرتك طيب. ولاسره البرنامج كل سنه وانتم طيبين. حضرتك طيب. وانا بصراحه يعني نفسي السنه كلها تبقى رمضان. والله كلنا بجد نفسنا. روحانيات جميله جدا صحيح يعني بنعيشها طبعا. وانا على فكره انا دايما متابع حضرتك وبستفاد من حضرتك. طب قول لي رمضان غير فيك ايه؟ خلينا كده نقول للناس يعني ندي دفعه كده للامام باذن الله. والله رمضان هو بيخلينا نقرب من ربنا اكتر واكتر، ان احنا بنقرا القران الكريم طبعا، بنواظب على قراءه القران الكريم، بنعمل اذكار الصباح والمساء، بنصلي صلاه التراويح، وبنصلي قيام الليل. وعلى فكره قيام الليل ده من اهم يعني الصلوات اللي انا بحب اصليها جدا. الله جميل ما شاء الله، ربنا يزيدك يا رب ويدي الناس كلها. فرمضان بصراحه هو بيخلينا نعمل الحاجات دي كلها، بيشجعنا. الناس حوالينا كلها بتعمل ده، ففي نفس الوقت، في نفس الوقت بنفطر، في نفس الوقت بنصلي، في نفس الوقت بنروح الجامع، فاكيد كل الاجواء اللي حوالينا دي بتشجعنا بشكل كبير. والحقيقه ان احنا يعني حقنا ان احنا نستغلها، واللي ما يستغلهاش فعلا هو الخسران. فربنا يا رب يكتب لنا كلنا ان شاء الله ويقدرنا جميعا على طاعته وعبادته. بشكرك يا احمد، شكرا جزيلا. ومعانا مكه. اهلا بيك يا مكه. مكه ازيك، عامله ايه؟ كل سنه وانت طيبه وبالف خير يا رب. كل سنه وانت طيبه. الله يكرمك يا رب، الله يكرمك. انا كان عندي سؤال. اتفضل. كنت عايز اسال ان الواحد ممكن ياكل او يشرب بعد اذان الفجر؟ اصل انا قرات في القران كلوا واشربوا حتى يظهر الخيط الابيض من الخيط الاسود. لا طبعا ما ينفعش خالص. هو طبعا الايه دي طبعا ايه كريمه، لكن علماءنا فسروها بانه هو ده الوقت اللي بيجي فيه الاذان، المؤذن ياذن لاذان الفجر، واول ما يقول الله اكبر ومن اول حرف الهمزه اللي هو بيتنطق في لفظ الجلاله الله، هو كده خلاص نقطع كل حاجه. واعتقد كمان يعني في ناس او علماء بينصحونا انه يبقى من قبلها بدقيقتين كده ولا حاجه، عشان يبقى الانسان خلاص دخل في المود بتاع الصيام واخد الثواب كامل باذن الله، زي ما ربنا سبحانه وتعالى يعني اتاح لنا ان احنا في اذان المغرب برضو نفطر من اول الله اكبر، من اول لفظ الجلاله الله. ففي الاثنين، وده علشان يبقى أأمن، يعني أأمن لينا كلنا، وإن شاء الله ناخد الثواب كامل، لأن اليوم في رمضان ما يتعوضش بالسنة كلها والله. اتفضلي. طيب أنا كنت عايزة الواحد لما يفطر ساعة الأذان بعد ما يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، يفطر ولا يستنى لما الأذان يخلص؟
لا لا، زي ما بقول لك كده، من حقك تفطري من اول الله اكبر، من اول اول همزه في الاذان. طيب تفطري عادي، ما فيش مشكله. والرسول عليه الصلاه والسلام كان يعجل الفطار ويؤخر السحور قبل الاذان برضو ان شاء الله. كل سنة وانت طيبة ويا رب يتقبل منا ومنك ان شاء الله. شكرا يا مكة. ومشاهدينا هنطلع لفاصل صغير ونرجع نكمل مع حضراتكم بإذن الله. اهلا بحضراتكم مره تانية في ساعه عصاري، وان احنا النهارده ان شاء الله هنتكلم عن كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان مع دكتور نورهان الشيخ الداعيه الاسلاميه. برحب بيكي. اهلا بيكي يا حبيبي، منورانا حبيبتي. ده نورك. قلت لهم ان احنا هنسالك سؤال مهم قوي، هو لو الرسول عليه الصلاه والسلام كان موجود ما بيننا دلوقتي، هل هيعجبه صيامنا والصيام اللي احنا موجودين فيه واللي شبابنا ربنا يعافيهم جميعا يا رب بيعملوه دلوقتي في الصيام او في شهر رمضان الكريم؟ والله يا عبيرة، والسؤال ده ممكن من سنتين ثلاثة كنت أرد عليه رد مختلف. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأول وهلة لما تقولي السؤال ده لأول وهلة هيبقى الرد الطبيعي إيه؟ لا طبعا هيبقى زعلان، لا طبعا هيبقى سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم زعلان جدا من حال الأمة دلوقتي، وزعلان من وضع الشباب، وزعلان وزعلان. بس الحقيقة إن ده كان رأيي من 3-4 سنين، بس أنا دلوقتي شايفة إنه لا. ان لا، في ناس كتير بتحب سيدنا النبي والامه فيها خير كبير، وسيدنا عليه الصلاه والسلام الخير في امتي الى يوم القيامه. فانا شايفه انه لا، النظره السلبيه دي مش كويسه. بالعكس، سيدنا عمره ما علمنا السلبيه، دايما كان بيعلمنا الايجابيه. فانا شايفه ان سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام لو كان موجود النهارده ما كانش هيبقى زعلان مننا لسبب، لان هو يا حبيبي شايف الفتن وعارفها، وكان عارفها من قبل ما ينتقل عليه الصلاه والسلام. سيدنا كان ربنا حكي له اللي هيحصل ليوم القيامه. حديث رواه الامام البخاري عن سيدنا ابو هريره رضي الله تعالى عنه وارضاه، ان سيدنا ابي هريره رضي الله تعالى عنه وارضاه قال ان سيدنا النبي قال رايت ربي الليله في احسن صوره. سيدنا شاف ربنا في المنام في اجمل صوره تبارك وتعالى. فقال لي يا محمد اتعلم فيما يختصم الملأ الاعلى؟ فقلت لا يا رب. ده سيدنا النبي بيحكي. يقول صلى الله عليه واله وسلم فوضع تبارك وتعالى يده في صدري فعلمت ما في السماوات والارض. ما شاء الله، علم الغيب كله لحد يوم القيامه. فعلمت ما في السماوات والارض. ثم قال لي يا محمد هل تعلم فيما يختصم الملأ الاعلى الان؟ قلت بلى يا رب. قال فيما؟ قال في الكفارات. فسيدنا عليه الصلاه والسلام عارف اللي هيحصل لحد يوم القيامه صلوات ربي وسلامه عليه، فهو عارف الفتن اللي احنا فيها دلوقتي صلى الله عليه واله وسلم. ومع ذلك في ناس كتير بتحب سيدنا النبي، والدليل انت يا عبير والمشاهدين الكرام، ما انت عامله البرنامج ده ليه؟ عشان بتحبي سيدنا النبي صلى الله عليه واله وسلم. وناس كتير بيسمعونا بيحبوا سيدنا النبي، وناس كتير يعني زي ما هو قال عليه الصلاه والسلام يود احدهم لو راني باهله ومالي. الواحد فينا لو اتقال لك انت عبير دلوقتي، او حد من الساده الكرام المشاهدين، تدفعي عمرك وولادك وفلوسك ومالك وحالك وتقعدي مع سيدنا رسول الله 5 دقائق، انا واثقه انك هتقولي اه. بندعي ان ربنا سبحانه وتعالى بس يرزقنا وياه ولو في المنام يعني. سبحان الله يا رب يا رب. عشان كده بحب قوي الشعر اللي بيقول وحقك يا حبيبي فان قلبي يطير اذا ذكرتك في كلامي، فكيف اذا رايت بام راسي جمال الحسن في احدى الليالي. فاحنا كلنا لو اتقال لنا كده خدوا كل حاجه، بس اشوف سيدنا دقيقه واحده. ومقارنه يعني الانسان كمان الحمد لله رب العالمين لما بيوصل لمعنى مهم قوي في حياته، ان هي الدنيا فعلا فانيه، وانه هي يعني ربنا خلقنا فيها مرحله ورايحين للحياه الحقيقيه في الاخره، بيقدر فعلا يقدر ده، وبيقدر يستوعب ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لسيدنا عمر يعني لما ابقى انا احب اليك من نفسك. صحيح. فقال له الان، فقال له الان يا عمر. صحيح. فيعني حقيقي دي ما حدش بيحس، انسان ما يحسهاش غير لما يقدر يصدق كل كلام ربنا سبحانه وتعالى. سيدنا روح صلى الله عليه واله وسلم هو وعارفه يا عبير الايه واعلموا ان فيكم رسول الله. هو فيكي بجد، ربنا الايه دي ما خصصهاش. يعني في ناس بتقول لا الايه دي في حياته، في حياة عينه صلى الله عليه وسلم. هو موجود مستيهم يعني وسط الناس والصحابه وكده. جبتوا منين التفسير ده؟ ربنا سبحانه وتعالى جعل الآية على الإطلاق، ما حطش ليها تخصيص. فما ربي يقول واعلموا أن فيكم
رسول ايه وهو فينا ربنا ما حددش وانا مش عارف. جميل جميل قوي التفسير ده. فكل واحد فينا في حته من سيدنا النبي، تلاقي واحد فيه شكل شبه شويه سيدنا النبي، واحد تاني تلاقي فيه من طبع سيدنا النبي، واحد تاني تلاقي صوته شبه صوت سيدنا النبي، واحد تالت تلاقي لون شعره زي لون شعر سيدنا النبي. كل واحد فينا في حته من سيدنا النبي. شطاره انك تنمي الحاجه دي وتكبرها عشان تبقى اقرب ما يكون. صفه من صفات. فأم صلى الله عليه وسلم قال اقربكم مني بقى احاسنكم اخلاقا. اللي هيقرب مني على الاخر هو احاسنكم اخلاقا، والرحمه واللين، ويعني صحيح. حاجات كتير جدا. ده صحيح. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مستبشر دائما في احاجات جميله. لا وبصي جماله الحديث ده يا عبير جميل قد ايه. اقربكم مني مجلسا يوم القيامه احاسنكم اخلاقا. الحديث ليه كماله مش مشهوره. الذين يألفون ويؤلفون. لا خير في من لا يألف ولا يؤلف. يعني ايه يألفون ويؤلفون؟ يعني اللي فيه اللي بيعرفوا يبقى فيه بينهم بين الناس ود. تعرفي تتصاحبي عليها بسرعه، تعرفي بكلمتين تخليها صاحبتك. في الفه سريعه الالفه، مش حد اعمل حساب هقول لها هدخل لها في الموضوع ده ازاي، هتكلم معاها ازاي، طب انا خايفه من تتعصب عليا. طبعها يعني طبعها سهل. يعني الطبع سهل. صحيح. عشان كده سيدنا قال حرمت النار على كل هين لين سهل. أيوة. سهلة. أيوة. العلاقة معها مش صعبة. فما تشليش هم انك هتفتحي مع الموضوع الفلاني، ما تشليش هم انك هتصلحيها، سهلة. دي اقرب حد لسيدنا عليه الصلاة والسلام. ربنا سبحانه وتعالى قال على النبي الكريم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولها. صحيح. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هو روح الحياة وهو روح الارواح صلى الله عليه وسلم. فربنا يا عبير يا رب وكل المشاهدين يا رب يجمعنا به صلى الله عليه وسلم ويحنن روحه علينا ويجعلنا يا رب تحت عباءته وتحت عنايته يا رب. اللهم يا رب العالمين يا رب. طيب علشان يعني يبقى مبسوط اكتر صلى الله عليه وسلم عليه الصلاه والسلام، نعمل ايه في رمضان او ايه الحاجات اللي كان الرسول عليه الصلاه والسلام بيعملها في شهر رمضان الكريم؟ اعتقد يا عبير في الزمن اللي احنا فيه ده اكتر حاجه ممكن نحاول نبذل فيه عشان نرضي سيدنا النبي صلى الله عليه واله وسلم في صيام رمضان، ان احنا نحاول نعلي درجه الصيام بتاعتنا شويه. يعني الصيام ثلاث انواع. في الصيام العادي اللي انا بشيل من على ظهري الفريضه، اللي انا خلاص اليوم ده مش لازم اقضيه، انا اسقطت الفريضه من على ظهري، انا صمت 30 يوم فما عنديش يوم اقضيه. ده اول درجه في الصيام. تاني درجه في الصيام اللي هي صيام الخواص، اللي هو انا بس مش بس صايمه عن الطعام والشراب، ده انا عيني صايمه عن الحرام وودني صايمه عن الحرام وقلبي صايم عن الحرام. الناس اللي بتخش في علاقات محرمه تقطع قبل رمضان وربنا يثبتهم ويكملوا بعد رمضان يا ان شاء الله. رب فالقلب يتوب عن الحرام. واللي برضه عايز يقبل على طاعه، يعني مثلا صحيح بالظبط بنوتي جميله اتحجبت فربنا يثبتها على الطاعه. يعني الحاجات الجميله اللي ممكن الانسان يكتسبها بسبب شهر رمضان والاجواء العامه اللي دايما بنقول الروحانيات بتبقى عاليه قوي في شهر رمضان، فبتحفز الناس انها تطلع احسن ما عندها. فنعملها وما نقولش لا اصل، خاصه يعني الناس اللي بتيجي تروح قايله ايه، انت متحجبه عشان شهر رمضان، انت بتصلي عشان شهر رمضان. يا جماعه خليني كل واحد وهو وعلاقته بربنا سبحانه وتعالى مع نفسه. انت عارفه يا عبير اللي قلتيه ده قد ايه خطر. الناس اللي بتقول ما تعمليش كده عشان بس رمضان، اوعى تصلي عشان الامتحانات، لا انا بقول لاولادنا صلي يا حبيبي عشان الامتحانات. ليه؟ لان اللي بيعلم الاولاد كده بيعلمهم انكونشسلي، هم كده الولاد اتعودوا ان المعامله مع ربنا زي المعامله مع البني ادم، وين تو وين سيتويشن، اديك وتدين. فانا هصلي لك في الامتحانات يا رب عشان ايه؟ تنجحني. ده وين وين سيتويشن، ما ينفعش كده. ربنا مش كده. فانا ما ينفعش اعامل ربنا زي ما بعامل الخلق. فلا صلي في الامتحانات، لان انت لما بتصلي في الامتحانات بتصلي في الامتحانات ليه؟ لان انت عارف ان مالكش غيره. ايوه. ولو هو ما اردش انك تنجح مش هتنجح. ده اعتراف بالالوهيه. ده اعتراف بالالوهيه وبالربوبيه. فلا اللي ابنه بيصلي في الامتحانات خليه بلاش الكلمه دي، الحته دي ساعده عليها، بلاش الكلمه دي، سيبه يصلي في الامتحانات صحيح. بس لان هو سبحانه وتعالى قادر ان هو يثبته بعد الامتحانات. لكن نفسيه ان انا اتعامل مع ربنا زي ما يكون حد من البني ادمين، ما ينفعش.
هو ربنا مثلا لو بطلت اصلي بعد الامتحانات هيروح معاقبني لان احنا ند لبعض؟ استغفر الله لا. فاللي يتحجب عشان رمضان شاطره برافو، وندعي لها بالثبات وان شاء الله ربنا يثبتها بعد رمضان. بس بلاش التنفير بتاع بلاش ده عشان الامتحانات، بلاش ده عشان رمضان، غلط جدا. ايوه، وربنا سبحانه وتعالى قال اصلا على الانسان يعني وخلق الانسان هلوعا. صحيح، يعني اصلا ربنا يعني خلق، يعني هو الانسان اللي ربنا صنعه وعمله بقدرته سبحانه وتعالى. صحيح. هو عارف ان هو عنده صفات مش كويسه. صحيح. ازاي يحسن الصفات دي وازاي صحيح. يبقى في نسخه احسن منه، ده ربنا برضو قاله لنا في القران الكريم وسنه الرسول عليه الصلاه والسلام. استاذنك ومشاهدينا وناخد نعمه معانا على التليفون. اهلا بيكي الحاجه نعمه. اهلا وسهلا. اهلا بيكي حبيبتي. اتفضلي يا فندم، كل سنه وحضرتك طيبه. وانتي طيبه. وانتي طيبه. اتفضلي. انا معايا ابني عنده 40 سنه. اه ربنا يبارك. وبصي مش عايز يتجوز ولا عايز ويزعق ويسيب البيت ويمشي ويرجع تاني. وبصي طب بيزعق ليه؟ ها؟ بيزعق ليه؟ يعني خلقه ضيق قصدك بيتنرفز بسرعة؟ اه مش عارفة، خلقه ضيق ومش عايز يقبل كلمة، وأنا تعبانة، أنا قاعدة عملية في ظهري وتعبانة ما بقعش. ألف سلامة على حضرتك. ويا ابني بتعمل كده ليه ويزعق ويتشنف؟ وحضرتك ما عندكيش غيره؟ يرجع. ها؟ حضرتك ما عندكيش غيره؟ معايا غيره متجوزين، معايا. طب ربنا يبارك، ربنا يبارك. أيوه. أصغر مني. هو اللي مش عارفه وهو لا عايز يتجوز. طب بس حضرتك اكيد سالتيه ليه؟ شوف واحده تفتح لك بيت. طب شوف ابدا، ويزعق كده على طول ويشنك ويبقى فظيع ويمشي ويرجع ويمشي ويرجع. وحاجه اخر يعني انا مش عارفه في ايه. ربنا يهديهولك. حضرتك عندك فرصه عظيمه جدا في شهر رمضان الكريم ان حضرتك تدعي له بالهدايه، ودعوه حضرتك اهم دعوه في حياته. يعني ربنا سبحانه وتعالى فاتح لك باب السماء مخصوص عشان تدعي لاولادك. ربنا يديك الصحه والعافيه يا رب، ويشفيكي ويشيل عنك. وحضرتك تدعي له ان ربنا يهديه ويهديه للطريق، يعني طريق الصراط المستقيم يا رب ان شاء الله في الدنيا وفي الاخره. لكن يعني واحنا طبعا بنوجه له هو رساله ان هو برضه ياخد باله ان الدنيا دي زايله وهتجري بسرعه قوي، والايام دي هنندم على كل حاجه وحشه بنعملها واحنا مش واخدين بالنا وفاكرين ان لسه في وقت وان لسه في يعني ايام نرجع فيها عن اللي احنا بنعمله. لكن محدش يعرف امتى يعني الوقت ده هيخلص، امتى الوقت ده هينتهي، وكلنا وقتنا في الدنيا قليل قوي وهينتهي بسرعه. خلي بالك حضرتك، وخلي بالك ان والدتك يعني برها اهم من اي حاجه تانية. معانا مساجده كمان. اهلا بيكي. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا عايزه دكتوره بس. اتفضلي الدكتور نورهان سامعاكي. انا عايزه دكتوره تدعي لاخويا لسه متوفي من اول امبارح. يا حبيبتي البقاء لله، ربنا يرحمه يا رب ويغفر له ذنوبه. عايزاكي تدعي لاخوها لسه متوفي اول امبارح. يا حبيبي ربنا يرحمه، ربنا يثبت قلبها. امين يا رب. امين يا رب. امين يا رب العالمين. ما شاء الله تبارك الله، بس هي حسن خاتمه مات في رمضان. اه ادام حسن الخاتمه، ربنا يا رب ينزل على قلبها الرضا يا رب عن الله تبارك وتعالى يا رب. امين. ويغفر له ويرضى عنه ويجعله يا رب من حبايب سيدنا النبي صلى الله عليه واله وسلم مع الصحابه الكرام. امين يا رب العالمين. يا رب يا رب. كمان معانا ام يوسف. اهلا بيكي. اهلا بحضرتك، اتفضلي. ام يوسف ممكن تسمعينا من التليفون؟ اتفضلي. وعليكم السلام. حضرتك انا عايزه اسال بس شويه اسئله. اتفضلي الدكتور معاكي. ماشي يا فندم. اتفضلي. بصي حضرتك، انا جوزي تقريبا ما بيصليش. ما بي ايه؟ تمام، ما بيصليش وما بيصليش. ما بيصليش؟ اه. اه وبعدين انا بحاول ان انا اخلي وما بيصليش. انا يعني ايه؟ بصراحة أنا تعبت، والعيال كمان أنا عايزاهم يصيموا ويصلوا. أنا معايا ولدين وخايفة عليهم. عندهم قد إيه ولادك؟ كل حاجة ومش عارفة أعمل إيه. ولادك عندهم قد إيه؟ ولما تيجي شهر رمضان ده أنا باخد عيالي أنا عندي بنتي 13 سنة. أيوه ربنا يبارك. أيوه أنا بنتي عندها 13 سنة وولدي عنده 12 والتاني 6 والتالت يعني 7. ما شاء الله. والربع 7. ربنا يحفظهم.
فانت خايفه ان هم بداوا يصوموا يعني بنوتك بتصوم 13 سنه؟ هم فاهمين كل حاجه ولما بيشوفوا قدامهم انا بضحك. ممكن توطي التلفزيون معلش وتسمعينا من التليفون؟ بس طبعا انا باخدهم واروح اقعد عند اهلي عشان ما يشوفوش هو بيفطر يعني. ايوه. طب هو ما بيصومش ليه؟ هو تعبان ولا حاجه لا قدر الله؟ لا مش تعبان ولا حاجه، انا اقول له طب انت هتفضل لحد امتى كده مش هينفع؟ يعني ما صامش قبل كده خالص؟ ما بيصومش رمضان خالص؟ ربنا يعافيه. انا بس مش عايزه العيال يقلدوا، فانا عايزاها تقول لي حاجه ان انا اعرف احافظ بيهم عليهم. حاضر. وفي نفس الوقت اخليهم كويسين وما يقلدوش في كل حاجه. حاضر حاضر، وادعي له برده، ادعي له كتير، ادعي له في شهر رمضان ربنا يتقبل منا جميعا يا رب. تعمل ايه؟ والله يا عبير، هو اول حاجه دايما اول سؤال بيتبادر للذهن في المواقف اللي زي دي تلاقي الست عايزه تتطلق. ف انا شفت كذا مره دار الافتاء المصريه افتت بان لا مش لازم الست ابدا تنفصل عن الزوج لو ما بيصليش. وقالوا ان حسب فتوى دار الافتاء المصريه ان ده مش كفر مخرج من المله. فهي مش لازم تتطلق ولا تهد بيتها ولا اي حاجه. مش بنقول ان هو بيعمله ده صح، لا ده من اكبر الكبائر، بس دار الافتاء المصريه قالت لا البيت ما يتهدش وما تطلبش الطلاق. فدي اول حاجه. تاني حاجه، هي عشان تحافظ على الاولاد لازم تفهمهم حتى ولو يعني هنا الكذب هنا حلال لان اصلاح ذات البين. فتفهموا ان الاب بتحاول تعمل كده، بتقول بتوديهم عند مامتها او بتاخدهم. لا هي بتقول هم فاهمين كل حاجه على يا قصدها بتحاول ما توريهمش او ما يبقاش ان هو بلاش توريهم او تفهمهم ان هو عنده مرض معين فعنده رخصه يعني ان هو يفطر. ينفع تقول لهم كده؟ ده اصلاح ذات البين. والله ده الكذب هنا حلال. الكذب حلال في اصلاح ذات البين وفي الحرب وعلى الزوجه. نعم. بس على الزوجه مش ان هو يقول لها انا رايح الشغل هو رايح الكذب على الزوجه ان هو يقول انت زي القمر انت ما حصلتيش، وهي مثلا جمالها متواضع. ده بس الكذب على الزوجه عشان دايما في ناس بتاخد الكلمه دي. فهنا الكذب هنا مباح. فتقول لهم بابا عنده ظروف معينه، عنده مرض معين، الدكتور قال له ما ينفعش يصوم. فخلاص هي بس تحافظ على شكل باباهم قدامهم. وبالنسبه لزوجها احيانا يا عبير الزوجات ممكن تفضل تدعو زوجها وتامره بالمعروف لدرجه انا فاهمه قصدك. لان هي مش مكلفه، خلي بالك. يعني انت اختي الكريمه اللي بتتصل، انت مش هتسالي عنه يوم القيامه. ده حتى هو لما هيسال عنك هيسال عنك هل بلغك ولا لا، ولا لا. مش لازم يفرض عليكي ولا غصب عنك. يعني انت مش هتشيلي ذنب معايا؟ هي مش شايله ذنب، لكن بس تدعو بالراحه. لكن برضو لازم تتعامل. ده العلماء حتى قالوا يا عبير ان مجرد انها تحط السجاده قدامه وتصلي دي دعوه للصلاه. لكن لو كل، وانا بقول الكلام ده لنفسي، انا ممكن برضو مع اولادي اقعد يلا يلا، بس ده مش كويس. يعني مش كل شويه يقوموا صلوا قوموا صلوا. الواحد من غير ما يحس بيلاقي نفسه، يعني انا ببقى النوم كويسه جدا، مش عايزه ازعق لبنتي مثلا او ابني ولا حاجه، وبعد كده انزل اروح مزعقه على طول او قايله يعني ما شفت موقف ضايقني، لا ما تعملش كذا، لا قلت لك كذا. وده الحقيقه بيحصل غصب عن الواحد، بس هو احنا محتاجين ناخد ندرب نفسنا ان احنا نفسنا. ناخد نفس كده بالظبط، يعني احنا شويه وما نقولش الكلام كله مره واحده. يا عبير، وهي مش سهله، هي صعبه، لان احنا بدافع الامومه بدافع هي الست اللي خايفه على جوزها، فممكن احنا عاطفيين، فممكن العاطفه تدفعنا. فده محتاج شويه تدريب وشوية يقين في الله تبارك وتعالى وثقة في كلام سيدنا النبي إن ربنا قال لست عليهم بمسيطر. خلاص أنا أسمع كلام ربنا. وفي هنا شهوة. شهوة الأمر بالمعروف، ما هو الأمر بالمعروف ده شهوة. والله أنا لو بأمر بالمعروف بقول لك مرة واحدة يا فلانة أعملي كذا، أنا كده أمرتك بالمعروف. لكن الشهوة بتاعت الأمر بالمعروف إن أنا عمالة، أنا المسؤولة عن توصيل دين ربنا للناس، أنا المسؤولة بهداية الناس، فدي شهوة. فبتبقى شهوة ممكن خفية تحرك الإنسان من غير ما ياخد باله خالص، يا خبر، وتضيع ثوابه. فنخلي بالنا جدا من إن أنا بأمر اللي قدامي بالمعروف، ولا أنا عندي شهوة الأمر بالمعروف إن أنا اللي بهدي الناس. أنا اللي في إيدي هداية الناس، أنا اللي حلوة مع الحلوين وهم وحشين. فدي شهوة، فهي تأمره باللطف وباللين ومرة واحدة. مرة في الأسبوع. ده العلماء قالوا لو أمرته مرة في الشهر، أسفة، مرة في السنة تبقى أمرت بالمعروف. وبعد العلماء قالت لو أمرته مرة في العمر، تبقى أمرت بالمعروف. فهي تقول بشكل لطيف وبتاع، وتعرف إن في الآخر هي مش هتحاسب عليه، وتدعي له بقى. هو الدعاء. أيوة، هو الدعاء بجد. الدعاء يعني ده سلاح مهم جدا. بس يكون عندنا يقين بأن ربنا سبحانه وتعالى قال ادعوني
استجب لكم. واكيد ان شاء الله ربنا هيستجيب باذن الله. وهو برضو يعني لو هو سمعنا او عرف او اي حاجه ربنا يهديك. الوقت بيجري والله، واستغلال الفرصه في الايام المباركه اللي احنا فيها دي يمكن تكون دي نقطه التحول. يا رب ان شاء الله يجعلنا رمضان دايما نقطه تحول لحياه افضل باذن الله، ويثبتنا عليها بعد رمضان. كنا بنتكلم على ده في الاول لكن ما خلناش نكمل. انا الحقيقه يعني الوقت معاكي جري. بشكرك يا نورهان، نورتيني. سعيده جدا ان كنتي معانا. ان شاء الله نكمل في حلقات ثانيه باذن الله. مشاهدينا يا رب تكون حلقتنا عجبتكم، وان شاء الله اشوف حضراتكم مره ثانيه بالف خير في ساعه عصاري.